بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على شهدائنا الأبطال. الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل، الشجاع العاشر لجرحانا الأبطال. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فاس منطقة الشهيد رياض نايف. أهلنا أبناء مخيم الجلزون الصمود التحدي، تحية لكم وأنتم تسطرون أسماء آيات المجد والتضحية على طريقة إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، في الوقت الذي يمعن فيه الاحتلال وسياسته في قتلنا من كل حدب وصوت، وكان آخرها مخيم جنين واستباحة مقدساتنا أمام مرأى العالم، حيث سطر شعبنا في وحدته وتعاضده صخرة قوية تحطمت عليها أطباء الاحتلال وكيانه. أبناء شعبنا العظيم، قد حصلت قبل أيام قليلة إشكالية داخل سجن عوفر بين الأسرى أدى إلى وقوع خلاف، وقد قالت حركة فتح وكافة الفصائل أننا على قدر من المسؤولية لحي أي إشكالية تقع بين الأسرى، وهذا موقف الهيئة التنظيمية في سجن عوفر التي تحلت بمسؤولية عالية وأخلاق حركتنا اللامية، وتواصلنا مع كافة الأسرى وفصائله لتفويت فرصة على إدارة السجن، والجهود ما زالت مستمرة في هذا الخصوص. ولكن تفاجأنا اليوم في أبواق الفتنة والصفحات المشبوهة بالمساس بأسرار البواسل، وعلى رأسهم الأخ محمد حماد أبو السعيد. وإننا في حركة فتح في مخيم الجلزون نقول أن المساس بأسرارنا خط أحمر، ولن نقبل بهذا المساس المرفوض لكل حر وشريف، وكما ندعو العقلاء والشرفاء إلى عدم التعاطي مع الإشاعات التي هدفوها تضخيم الحدث، مع العلم أن هناك مشاكل كبيرة في سجن عوفر، وكلنا أمل بأسرارنا وبلذة الحوار المشكلة لحل الخلاف على قدر من المسؤولية. أسرانا البواسل نتعلم منهم الحنكة والصبر في كافة المواقف، لنقف جميعنا عند مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية في التعامل مع الحدث، والابتعاد عن سياسة التخوين والتجريح، لأننا دعاة وحدة لا تفرقة، وسنبقى الدرع الحصين المدافع عن حقوق شعبنا وأسرانا، وكلنا ثقة بأسرانا بتحقيق وحدتهم وإزالة الشوائب التي حصلت، لأن عدوهم وعدونا واحد، ولا يفرق بأي أحد بين شعبنا. ومن هنا ندعو إلى مزيد من التكاتف مع بعضنا البعض لأننا جميعنا أخوة ودمنا واحد. دمتم أسران البواسل أبطال الموحدين مؤمنين بعدالة قضيتنا الباسلة. ومن هنا نستنكر تشويه بأبنائنا وأسران الأبطال من قبل عناصر مشبوهة، هذا الاغتيال المعنوي ومحاولة تشويه أبناء الفتح داخل السجون، وسيكون الرد بمزيدا من التمسك ورص الصفوف بين أبناء الفتح. وإذ لم يتم التراجع عن هذا البيان وهذا التشويه سيتم ملاحقتهم تنظيميا وعشائريا. الفتح وحدة واحدة وعلى قلب رجل واحد، ولن ترهبنا هذه التشويهات، لأننا شعب واعي قادر على كشف نواياهم، وقد سقطت ورقة التوت عنهم وانكشف المستور. أخواتكم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، منطقة الشهيد الفاتح على أرواح شهدائنا. يا شباب يا شباب يلا يلا. تحية لحركة فتح، تحية للأسرى، تحية للجميع الذين يعانون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحية لهم تعادي الأغاني والأهاسيس لكتبكم سيداتي وسادتي. وأنا أعرف السيد الجلزون حركة فتح تعتز بها للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والاتفاق الذي حصل في سجون العوفر، كما وضح الرئيس الرسمي الجلزون الى اللقاء في حلقه الاخلاص. انا معكم الاعلامي عباد.